دفع الجول محتاجه ايه من اللاعب، وخصوصا في المراحل الاولى؟ يعني مثلا لو في حد من اولياء الامور بيتفرج علينا حاسس ان ابنه ممكن يكون متميز في النوع ده من الالعاب، فايه هل هي مجرد القوه اللي بتكون مطلوبه، ولا يعني ايه متطلبات الرياضه دي؟ بيبقى في طبعا موهبه باين عليه من الاول، مثلا بيبقى طبعا جسمانيا طبعا يعني في طبعا ناس من اول الموهبه دي، يعني الرياضه دي ليها تكنيك معين ولا مجرد القوه هي العنصر الاساسي والرئيسي؟ لا ليها تكنيك، اللي هو القوه لوحدها ممكن لو وصلها الاهلي او قوه بس كانت الناس كلها لعبت اللعبه دي يعني. لكن هو ليه تكنيك وليه سرعه، لازم يبقى سريع وابقى مرن وبقوي، بجمع بين حاجات كتير يعني. حتى انا في التمرين بقى بشتغل حديد وبجري وبعمل وزب وبعمل حواجز وبعمل كل الحاجات اللي في العاب القوه. العاب القوه فهي عايزه كل حاجه مع بعض، وهو اصلا بيتبان على اللاعب من هو صغير يعني، بحس ناحيه مدرب اكتر يعني. مش عارف طب لو اتكلمنا عن مصر في التصنيفات الدوليه بقى في الالعاب دي تحديدا، العاب القوه، خلينا نعرف اكتر ونقول للناس احنا واصلين برضو لفين. ما اعرفش يعني، هو الايفنتات كلها ولا مثلا الجوله مثلا او كل ايفنت يبقى ليه تصنيف؟ انا فاهمه، انا بتكلم هنا على الجوله تحديدا، بس الجولة دوليا مش يعني، عايز اعرف دوليا تصنيف مصر. الجوله السنه دي لا الدنيا كويسه جدا، هي سنه 2020 طبعا 21 لسه بدا يعني، لكن 2020 الرقم اللي انا عملته حاطيني التاسع من اول 10 يعني. والمركز ال 11 برضه لاعب مصري مصطفى عمر. طب حلو جدا. ف يعني احنا موجودين في الحمد لله في الجولة. ده مقارنة بإيه بقى؟ يعني آخر تصنيف قبل 2020 كنا فين؟ لا كنا بعيد جدا. هو أصلا أول مرة تحصل إن في اتنين يتأهلوا في دفع الجولة يعني. هو أصلا مصطفى كان متأهل من قبلية يعني، هو متأهل في شهر اتنين يعني قبل كورونا على طول تقريبا أعتقد يعني. هو كان متأهل في الفترة دي وأنا جيت أنا اتأهلت دلوقتي. طب ليه مفيش كم كبير من اللاعبين بيتأهلوا للبطولات الدولية بشكل عام؟ هل عندنا مشكلة في العدد؟ هل عندنا مشكلة في التأهيل؟ لا احنا وصل منتخب كبير ومليان عناصر قويه يعني، بس هو المشكله الكورونا وقفت الدنيا خالص، ففي ناس اصلا يعني انا اول مره في حياتي العب شهر 12 اساسا، ففي ناس ما لسه حياتي ما تقبلتش انها تلعب شهر 12 ومركزه على شهر 3 و4. لكن لا في اسماء كتير هتاهل ان شاء الله اعتقد الفتره الجايه، ما وفي في نادي الاهلي عناصر كبيره يعني، كابتن ايهاب عبد الرحمن وكابتن مصطفى الجمل وفي كابتن شهاب محمد بيلعب بورس، في ناس كتير قويه وهيتأهلوا يعني ان شاء الله بنسبه كبيره يعني. متهيألي يعني وجود اسماء كبيره معاك في الفريق وكلكم يعني شايلين على كتافكم مسؤوليه شعار النادي الاهلي، دي في حد ذاتها حاجه محفزه اكيد، فكره ان انت تكون محاط بابطال برضو من الزملاء والزميلات اكيد. هي اصلا الحمد لله يعني السنين اللي فاتت دي كلها كنت اتمرن في وسط ابطال عالم وكده، فهو اصلا يعني هو اصلا يعني واحد بيتعلم اصلا ان هو التاهيل ده بالنسبه لنا دلوقتي ما بقاش انجاز يعني. هو زمان الواحد بس كان نفسه يشارك ويبقى تمثيل مشرف وكده، خلاص بقى الواحد اتعلم ان هو لا، التاهيل دي حاجه ثانويه، المهم الميداليه ومهم الرقم يبقى قوي مش مجرد مشارك، ابقى موجود من ضمن يعني اكبر 10 او احسن 10 في العالم، دي حاجه اتعلمناها من يعني كلنا مع بعض كده يعني.